وسهلا مستمعي ومشاهدي مزاج اف ام بحلقه متميزه مليئه بالتشويق مع ضيفه متميزه ايضا في برنامج من بيتك. لكن قبل ما نبلش حوارنا مع ضيفتنا خلونا بدايه ننتقل لسؤال المسابقه اللي بيقول: ما هو اسم اكبر بحيره في كوكب الارض؟ هل هي بحيرة قزوين أم فيكتوريا؟ شاركونا بتفاعلاتكم وأجوبتكم من خلال موقعنا على الفيسبوك لتربحوا هدية مقدمة من ضيفتنا لليوم. وهلأ رحبوا معي بضيفتنا دانا. أهلا وسهلا فيك دانا، شرفتينا. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بالعكس. دانا بداية حابة نحكي، تعرفينا عن نفسك؟ تمام. أنا دانا، مهندسة مواد ومعادن، تخرجت ما لقيت وظيفة، فبلشت أدور على فكرة مشروع خلال فترة الكورونا، يعني عبي وقتي. بحثت عن النت ولقيت فكرة السنوبر كثير عجبتني، شفتها منتشرة عند الأجانب أكثر، مش موجودة عندنا، فقررت أبلش فيها. حلو، طب شو آلية العمل؟ أنا مو قادرة توصلني الفكرة بالضبط دانا، بدي تفهميني تقريباً شو الآلية اللي بتعمليها لتنتجي عندك أنت منتج؟ أول إشي بلقط السنوبر من الشجر، بعدين بنظفه وهي الحبة بقصها من الوسط بالقطعة، بعدين بلونها حبة حبة بالفرشاية، وبعدين بشوف الفكرة اللي بدي أعملها، مثلاً كل الباب، لوحة، سلة، وبلش أنسق. حلو، طب معناها في عقبات أو صعوبات واجهتك وأنت بتعملي هاي الآلية؟ خاصة قصة كتير صعب، لأنه بالقطاعة وخشبه مرات بيكون قاسي كتير، وكمان من العقبات والصعوبات إنه ألاقي شجر سنوبر كتير، وكمان بيكون أغلبه عالي وصعب أوصله. قلتي لي قبل هالمرة إنه مشكلة عندك بفصل الشتاء، كأنه المشكلة تحديداً بفصل الشتاء. بالشتاء إنه بسكر حبة السنوبر، فبضطر أحطها بالفرن حتى تفتح. فهمت عليك، بس بالشتاء ما عندك هاي، بالصيف ما عندك لا، هاي المشكلة، بتكون الحبة هيك فاتحة. فاتحة. اوكي، طب معلش تورجينا بعض المنتجات دانا اللي بتشتغليها، نورجي المشاهدين. هلال رمضان. هذا طبعا حجم صغير، لسه في اكبر وكثير ثقيل، كثير عجب الناس، هذا عملته هيك بشكل ناعم يعني. هلا هدول حبات السنوبر صح؟ اللي انت عم تشتغلي عليهم. طب وبالنسبة للقاعدة انت بتعمليها؟ القاعدة كمان يدوي، حتى الأكاليل الباب أغلبها القواعد يدوي بعملها. ما شاء الله. ممتاز، عشان هيك بيغلب أكيد. وبياخد قد إيه بياخد معك وقت دانا؟ باخد يعني حسب حجم القطعة، يعني تقريبا 6 ساعات. 6 ساعات. والله منيح، يعني فترة منيحة. بس والله ما شاء الله عنك يا دانا، أنا كثير مبسوطة إنه في صبايا بعمرك وبيشتغلوا هذا الشغل وبيبدعوا فيه وبتفننوا فيه. شكراً. وإحنا مع دعم المنتجات المحلية ببلدنا لأنه فعلا بيستحقوا الدعم. نصيحتك للصبايا والشباب هالأيام؟ إن الواحد يعني ما ييأس، يعني لو يشوف له فكرة يمشي فيها حتى لو إنها بسيطة ممكن تنجح وتصير مصدر دخل إلهم. دانا كيف كان إقبال الناس وال يعني الصيدات على البرودكتس المنتجات تاعونك؟ هل لقيتي استحسان؟ حبوا الفكرة بما إنها غريبة ومتميزة؟ كثير، كل الكل بيحكي لي كثير بتجنن الفكرة وعجبتهم، يعني شافوها غريبة ما شافوا غريبة مثلها. هي هذا التميز فيها إنها غريبة. طب هل ببالك إنه أنت بتطمحي لخطط مستقبلية لقدام؟ إنه هل حضلك على شجر السنوبر ولا ببالك شيء معين تنتجي شيء ثاني غير الأكل وغير اللوحات؟ لا، حابه اوسع، اكبر المشروع اكثر وادخل السنوبر بافكار جديده اكيد. حلو، اوسع اكثر اكيد. حلو والله ما شاء الله، واحنا بندعمك يا دانا. حتى الناس شدباك، الناس كثير يعني بتعجبهم القطعه، بتفاجئوا فيها انها تكون متقنه وثقيله كثير يعني على الواقع. بالعاده اي لا والله أي حدا واضح مبين ما شاء الله، يا ريت المشاهدين معنا ليشوفوا قد ايه كل قطعه ماخذه حقها وزياده. ثانك يو كثير لك يا دانا ونورتينا اليوم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.